جزء من هاي المشكلة ولا جزء من علاج هاي المشكلة. بنخبركم إن شاء الله شو بيصير إذا بيصير شيء له علاقة فيكم يعني. هلأ امبارح كان آخر حديثنا عن السبسيتس. حد عنده أي سؤال على السبسيتس أو ما قبلهم؟ طيب كملخص في عجالة، السبسيتس هي المجموعة الجزئية، والمجموعة الجزئية بدها تكون جزئية من مجموعة أخرى. يعني علاقة المجموعة الجزئية هي علاقة بين مجموعة ومجموعة. سبق أنه شفنا علاقة الانتماء للعناصر، بنقول عن عنصر معين ينتمي لمجموعة أو لا ينتمي إلى هذه المجموعة. بدك تميز ما بين الانتماء والاحتواء اللي هو تكلمنا عنه في المجموعات الجزئية. أنا لما تكون المجموعة A مجموعة جزئية من B أقول أنه A محتوى في B أو B تحتوي A. لكن لو كان الA اللي هو بنكتب سمول إحنا عنصر من عناصر المجموعة به، ما بنقول ساعتها محتوى، نقول أنه ينتمي، ونستعمل الرمز اللي زي الإبسلون للانتماء. طيب هاي في عندي الآن هذا المثال على موضوع الاحتواء والمجموعات الجزئية. عندنا المجموعة F هي الأرقام من 1 إلى 6، يعني عبارة عن الأرقام اللي على 6 وجوه اللي تشكل الحجر الزهر، حجر النرد، أرقام من 1 إلى 6، طبعا أرقام صحيحة، هذا سماه F. الأخوان قبل ما أنسى، بالنسبة لموضوع المشاركة، أنا فضلت أنه ما نبدأ اليوم مع أنه القائمة موجودة، قائمة الأسماء اللي كان ممكن ينسألوا اليوم موجودة، بس أنا يعني شفت أنه الشعب لساته فيها داينامكس، يعني في ناس بتترك، ربما في ناس بدها تيجي. بالمقابل احنا ما بنعلم الغيب، مثل ما حد بروح بجوز في حد ثاني بده يجي، فيعني قررت انه اخلي المناقشة للمشاركة لبكرة. ويعني اليوم اذا صار مثل ما عملنا مبارح، اذا وجهت اي اسئلة لحد احيانا والله يا علي يا جهاد يا لانا يا اي حد من الموجودين، هذا من باب التمرين، ما رح يكون عليه حساب علامات يا اخوان، بس انتوا حاولوا انه تتصرفوا كأنه عليه حساب علامات، عشان لما يجي اللي عليه علامات تكون عارف تتصرف. alright، اذا هو عرف لي F مثل ما حكينا، وعرف G هي الارقام 2, 4, 6. تستطيع انك تكتب المجموعة G على انه هي مجموعة الاعداد الزوجية اللي من 6 وما دون، اعداد صحيحة زوجية اقل من 6 واكبر من 0، لكن ممكن نكتبها 2, 4, 6. أيضا عرف لي المجموعة H هي عبارة عن الـ positive integers that are smaller than 7. شو هم هدول الـ positive integers اللي أقل من 7 يا جهاد؟ جهاد سامحني ولا لا؟ سامحني. تفضل يا جهاد، احكي لي المجموعة H. المجموعة H شو العناصر اللي فيها؟ دي يعني من 1 لـ 6 مفهوم، نفس الـ F. نفس الـ F بالضبط. بالضبط، هذا كان ممكن يكون سؤالك عن المناقشة يا جهان، عن المشاركة. طيب هلا في عنا كنتيجة للمعطيات الموجودة هون، إنه مثلا المجموعة G is a proper set of F، كل العناصر G موجودين بـ F، لكن G لا تساوي F. إذا أنا بكتب G محتوى بالـ F، وإذا بتلاحظوا أنه ما كتب الخط تبع الأو يساوي، لو كتبوا ترى مش غلط عشان تكونوا عارفين، لكن هو كونه متأكد ما بكتبه. طيب H مع F شو كتب؟ كتب H محتوى أو تساوي F، لأنه هي بالفعل تساوي F، لكن إذا تساويها فهي محتوى أيضا. F محتوى بـ H مثل ما هو H محتوى بالـ F، ايضا F محتوى بالـ H، كل عناصر F موجودين عند H، كل عناصر H موجودين عند F. طبعا اذا كان H و F عندهم هاي العلاقه، معناته H و F they are equal، صح؟ لما تكون الـ H محتوى كليا بالـ F والـ F محتوى كليا بالـ H، شو بيكون؟ انهم يكونوا equal. هذا معناه الـ equal بالمجموعات بالمناسبه، هذا المعنى الرياضي للـ equal،
يعني how do you know إنه مجموعتين they are equal؟ بدك تشوف إذا الأولى محتوى بالثاني والثاني محتوى بالأولى. إذا طلع مثل هيك معناته they are equal. طيب we can also write إنه F تحتوي G. شوف أنا شو كنت كاتب، كاتب G محتوى بالF، لا هون F تحتوي G. إذا بتلاحظ كرموز، كرموز رمز الاحتواء بين هون وهون معكوس. يعني أنا لو قرأت هاي العبارة من اليمين للشمال بتصير مثل هاي بالضبط. طلع عليها من جهة اليمين للشمال، هيك روح من اليمين للشمال، بتشوفها زي كأنها مكتوبة هون من الشمال لليمين. هذا يجوز. أيضا بين H و F شايفين؟ اعكس اتجاه القراءة، كذلك الأمر هون. وطبعا بالحالتين عندنا F بتساوي H. حد عنده أي سؤال على هاي المجموعات وهذا المثال؟ طيب تمام. هلا في عندنا اكسرسايز لطيف، يعني كله الاكسرسايز. طالب منا نجيب مجموعة جديدة X، يعني غير هذول كلهم، غير المجموعات هذول كلهم، X such that X محتوى بالF و X تحتوي G. شو رأيكم؟ شو رأيك يا أمير محمد أمير أو أم أمير الزعمي؟ يعطيك العافية دكتور. يا أميت أنا. X حتكون 2 و 4 و 5 و 6. 2 و 4 و 5 و 6 بتكون محتوى بالF، نعم. وبتكون G محتواها بالX. أحسنت، بارك الله فيك. اسمك الأول؟ محمد أمين مركب. محمد، آه محمد. طيب يا محمد، شكرا لك يا محمد. شايفين أخوان زميلكم جواب السؤال بسرعة. هذا كان ممكن يكون سؤال مشاركته أيضا. فطبيعي انت فيك تألف أسئلة مثل هذا السؤال وتسألهم وتجاوبهم. ممكن تجيب أسئلة ثانية تسألهم وتجاوبهم على هاي المجموعات. ممكن تضيف مجموعات ثانية انت من عندك، يعني حط مثلا المجموعة K عبارة عن الأود نمبرز 1 3 5، حط أشياء ثانية إذا بتحب. يعني نعم تعيد جواب غلبك لو تجاوب محمد. عيد جوابك يا محمد كمان مرة. 2 و 4 و 5 و 6 حكيت انت. 2 و 4 و 5 و 6 بالضبط، يعني ضيف على هاي الخمسة يا الشاب اللي سأل أخيرا. ضيف الخمسة هون. لما ضيف الخمسة هون بصير الجي محتوى بالإكس، ولما ضيف الخمسة هون انت لساتك ضمن الإف. هاي اللي عمله محمد. أي سؤال ثاني يا شباب؟ دكتور طيب. ممكن تكون نعم 2 و 4 و 6. ممكن تكون X 2 و 4 و 6. لا ليش؟ لأنه هون حاطط لك محتوى بدون or equal. سؤالك جميل وبالوقت المناسب. هذا شايفين هون السؤال بده تكون proper subset، فلابد تضيف الخمسة. بس لو بدل الخمسة ضفت الثلاثة مثلا بنفع ولا لا؟ بنفع. لو ضفت الثلاثة والخمسة مع بعض بنفع ولا لا؟ بنفع. المهم ما تخليها مثل ما هي، وما تضيف الواحد والثلاثة والخمسة كلهم، مشان تكون بروبر، الاحتواء يكون بروبر. أي سؤال ثاني يا شباب؟ لو كان حاطط لك or equal بصير تخليها مثل ما هي، وبصير تخليهم الثنتين فيهم الأعداد كلهم. طيب هلا في عندنا هون مفهوم مهم اللي هو مفهوم المجموعة الكلية، the universal set، وبنسميها عادة S capital، وهي عبارة عن مجموعة كل الـ objects under consideration in a given problem. طبعا هذا التعريف الآن لأنه إحنا لسه ما قطعنا مادة، بعد شوي بصير التيرمات اللي فيه لها معاني علمية أكثر شوي من هيك، لكن هو معبر عن اللي بدنا اياه. يعني انا والله لو برمي قطعه نقد، شو قطعه النقد عاده لما نرميها عايش بندور؟ بندور ان يكون عندي صوره او كتابه، بكتب الصوره والكتابه، هذول بيكونوا عناصر بالاس. لو انه بنرمي قطعه شو اسمه، قطعه زهر، يعني حجر زهر،
بيكون عندي الأرقام من 1 إلى 6، هاي هي الإتباع يعني. فالعلامات هي الأرقام من 0 إلى 20 على سبيل المثال، قس على ذلك. فبالتالي أنت بتختار الإس يكون فيها كل العناصر الممكنة بالبروبلم اللي بين إيديك، كل العناصر الممكنة. لو كان لعبة شدة مثلا، احنا في عنا بعض المسائل على ألعاب الشدة، مع أنه هي ليست القصد منها يعني التشجيع ألعاب الشدة أو غيره، احنا بنأخذ الموضوع بشكل علمي. الشدة فيها 52 كرت، هذول هم العناصر اللي بالإس، وهكذا. إس فيها كل إشي، كل إشي فيما يتعلق بالمسألة. طيب هاي عنا في المثال 7، بيقولنا أنه المجموعة F بالمثال 1-6 كانت هي اليونيفرسال ست. هاي مثال 1-6 صح، هاي فيها كل العناصر المعنية بالمسألة. مثل هيك بتعمل المجموعة S. أيضا هاي المجموعة الكلية اللي سميناها المجموعة الكلية يونيفرسال ست، في مرات بنسميها سامبل سبيس. سامبل سبيس يعني بالعربي الفضاء العيني، وانتبهوا أنا حطيت شدة على الياء، العيني، من العينة، سامبل اللي هي العينة. بعض الناس بيقرأوا الفضاء العيني وبيظل ماشي، خطأ. العيني من العين، فيش عين هنا في الموضوع، لا عين حرف العين ولا عين اللي هي العين البشرية، ما عندنا عين بالمرة. اللي عندنا هو عينة، فبالتالي هذا والعينة هي أي واحد من الأوبجكتس يعني. إذن هو عبارة عن الفضاء العيني. إذا بتقرأها العيني للتخفيف وانت عارف المعنى ما في مشكلة، إذا عارف المعنى لكن قرأتها بشكل فيه شوية تخفيف فاين يعني، هاي طريقتك بتكون. لكن هي العينة نسبة للعينة. طيب هلا في عنا شيء اسمه الكومبليمنت، المتممة. بدي أوضح لكم المتممة هون من المثال دغري. هلا المجموعة جي، المجموعة جي يا كرم، هاي شو بدها عناصر حتى تصير زي الاف؟ 1 و3 و5 هاي هي مكملتها، هاي هي مكملتها أو متممتها، هي بقية العناصر اللي بتكون S. لو كانت الجي مثلا هي الأرقام اللي أقل من 4 مع 4، شو بتكون المكملة تاعتها؟ بتكون 5 و6 مظبوط ولا؟ لو عندي أنا تجربة الهيد أند تيل، تجربة قطعة النقد، أخذت أنا الهيد عملته مجموعة، شو بتكون المجموعة المتممة تاعه؟ التيل، باقي العناصر الموجودة بالإس. مثل ما كاتب لنا هون the complement of set A written as A bar، شايفين هون هاي الـ A ما عليها شحطة، هاي الـ A عليها شحطة، هذا الـ A نفسه، لكن هذا متممة A، متممته. وبدك تتذكر هي المتممة دائما بالنسبة للS، is the set of all elements in S that are not in A، يعني هم باقي عناصر الS اللي مش موجودين، اللي مش موجودين بالA. طيب إخوان هاي في عنا هون أيضا من المثال نفسه متممة المجموعة جي، مثل ما حكى كرم هم 1 و3 و5. لو أخذتهم بناء على صفاتهم، فالمجموعة جي هي الأعداد الزوجية، شو متممتهم؟ الأعداد الفردية ولا لا؟ نعم. هلا فيه اللي عنده بده يسأل إخواني، يسأل اللي عنده سؤال. طيب نمشي، عندنا الآن مجموعة الفرق، مجموعة الفرق بين مجموعتين، يعني هو الفرق بين مجموعتين أو مجموعة الفرق. لو عندي A و B وكانت A محتوى في B، proper is properly contained in B، فالمجموعة الفرقية بينهم هي عبارة عن B ناقص A. ممكن تقرأها B ناقص A، ما عندنا مشكلة، مع أنه هذا مش طرح أرقام، يعني هذا مش مثل ما أطرح 7 ناقص 5 2 أو 100 ناقص 10 90، لا، لكن ممكن كلفظ يعني نقرأها B ناقص A أو B minus A. طب شو هو B minus A؟ عبارة عن set of elements that are in B but are not in A. هاي في مثال، طبعا ما بدي أستعجل أجيب أمثلة من السابق لأنه في أمثلة جديدة. السابق أنتوا ارجعوا عملوا منه أمثلة،
طيب يا اخوان البي ناقص A مجموعة عناصر B التي ليست موجودة بالA. هاي المثال بوضح لك إياها دغري. لو كان A عندك الأعداد الصحيحة من 1 إلى 10 وكان B أيضا أعداد صحيحة لكن من 7 إلى 15، فيكون الA ناقص B يعني عناصر A اللي مش في B اللي هم من 1 إلى 6. إذا بتلاحظ B بيبدأ من وين؟ بيبدأ من 7، يعني ما عنده 6 و5 و4 و3 و2 و1، لكن هدول عند مين؟ هدول عند A، صح؟ احنا لا نكتفي انهم مش موجودين في البي، لازم يكونوا بالاول موجودين وين؟ بالA، مشان اقول A ناقص B. فاذا A ناقص B عناصر A التي لا تنتمي الى B هم الاعداد من 1 الى 6. طلعوا عليهم، واللي عنده سؤال يسأل. طيب شكلكم ان شاء الله عارفين. هلا بدنا نعمل B ناقص A يعني عناصر B التي ليست في الA، بيطلعوا الأعداد من 11 إلى 15 لأنه هذول الأعداد بالفعل موجودين بD، ولكن هلا واحد فيهم موجود بA. إذن B ناقص A هي هاي الأعداد. طبعا واضح تماما أنه المجموعة A ناقص B لا تساوي المجموعة A ناقص B. في الواقع فيش أي عنصر مشترك بيناتهم أبدا، ولا بيعرفوا بعض، وهذا يختلف عن الطرح الطبيعي. هلا الطرح الطبيعي لو قلت مثلا 7 ناقص 5 2، طب 5 ناقص 7 كم؟ ناقص 2. في علاقة وطيدة بينهم، في علاقة وطيدة بينهم، هذا هون هذول هون ما بيعرفوش بعض نهائيا، وبالتالي عملية طرح المجموعات ليست عملية تبديلية، ما فيهاش الخاصية التبديلية. مين عنده سؤال؟ طيب اتحاد المجموعات وتقاطعهم، هذول يعني شغلتين رح نعملهم ورا بعض. اتحاد المجموعات لما جيب A و B وبدي أعملهم union اتحاد، يعني بنسميه بهاي الطريقة A اتحاد B أو A union B. هذا الـ يعني الكيرف المقعر للأعلى، هي عبارة عن المجموعة اللي فيها كل العناصر. هاي المجموعة A اتحاد B فيها كل العناصر اللي موجودين إما بالA أو بالB. يعني لقيت عنصر بالA بنحطه بالA اتحاد B، لقيت عنصر بالB أيضا بحطه، وهذا ينطبق على جميع العناصر. بعض الأحيان، وهذه بعض الأحيان إحنا ما بتعنينا ترى بالمناسبة، نعبر عن A اتحاد B على إنه A زائد B، مشان لما كان عندنا A ناقص B واعترفنا فيه وقبلناه يعني بدنا نحط A زائد B موجود، لكن احنا مش مضطرين، يعني مش مضطرين بنسمي A اتحاد B لأنه ليست العملية فيها أي شيء اسمه جمع حقيقة، ما في أي شيء اسمه جمع كأرقام وما أرقام يعني. ثم إنه المجموعات أصلا مش دائما فيها أرقام، يعني أنا كان ممكن هون بدل الA والB أعرف لك مجموعتين فيهم مش ولا رقم، قد يكون فيهم ألوان، أسماء، أماكن، أي شيء. احنا بنستعمل هاي أدق وأفضل وأقل اللخبطة. إذن نطبق على المثال مشان تعرفوا كيف أنا بدي أجيب كل عناصر A وكل عناصر B وطلع الاتحاد. طلعوا يا إخوان، عندك الـ A عبارة عن Red, Blue, Orange ثلاث ألوان، وعندك الـ B عبارة عن White and Blue. إذا بتلاحظوا في عنصر موجود بالـ A والـ B اللي هو الـ Blue، كيف بدي أكون A اتحاد B؟ سميناها C. طبعا انت يجوز لما تعمل اتحاد او تعمل تقاطع او تعمل فرق او تعمل اي عملية على مجموعتين، تعمل اي عملية على مجموعتين سواء حتى من اللي غير اللي اخذناهم، هي عبارة عن مجموعة جديدة. حتى بالنسبة للمتممة لما تقول والله جي بار، فيك تسميها زد، هاي جي بار هي عبارة عن مجموعة، هيا صح مجموعة ولا لا؟ اي عملية على مجموعة واحدة او مجموعتين او اكثر من مجموعتين ينتج عنها مجموعة جديدة، المجموعة الجديدة ممكن نسميها اسم جديد. فأنا سميت الاتحاد هون سميناه سي. طيب مش مهم شو سميناه، المهم كيف بدنا نحسبه، هذا أهم. بحط أولا كل عناصر A، لأنه هو شو حكى لك؟ حكى لك the set of all elements that are contained in either A،
قبل ما نكمل اور بي وصلنا عند الاي حط اورنج خلص ضل اشي بالاي ما ضل خلصنا من الاي اور بي بنجيب البي تعال هاي الوايت حطينا وايت طب هاي البلو خلينا نحط بلو شو رايكو تذكروا امبارح لا دكتور ممنوع التكرار ممنوع التكرار فاذا كونه موجود بالبي وموجود بالاي خلص وانحط اوريدي سواء جبته من الاي ولا من بي ما له اهميه سواء جبته من بي ولا من اي ما له اهميه طبعا وخلص خلصت البي البي فيها غير اثنين كان الوايت جديد حطينا اجل بلو مش جديد محطوط اوريدي طيب انا بدات بالاي حطيت عناصر الاي بعدين ضفت من بي انا هل ممكن ابدا بالبي طيب وبعدين اجيب بصير حط الوايت والبلو حطينا الوايت والبلو بعدين بتروح على الايه بتيجي للريد بتضيفه بتيجي للبلو شو بتعمل ما بتضيفه لانه البلو صار موجود بتيجي للاورنج بتضيفه اذا بتلاحظ الطريقه الثانيه هاي اللي بدانا فيها في البي بتتعب اكثر بتاعت الايه كانت مور دايركت فبتبدا دائما بالاتحاد تبدا بالمجموعه اللي فيها عناصر اكثر عشان تخلص منها ماشي هون لأنه بدينا بالبي الصغيرة تغلبنا شوية مع الاي بدنا نتحقق من كل العناصر هون أسرع بتصير ولك الخيار طبعا واضح أنه عملية الاتحاد هي عملية تبديلية ولا يهم إذا أنا بديت بالبي أولا ولا بديت بالاي أولا ولا يهم حتى كتابة لو كتبتها بدل ما تكون اي اتحاد بي صارت بي اتحاد اي ما في مشكلة انت بدك كل العناصر اللي على الاقل واحد منهم بدك العناصر اللي موجوده على الاقل بواحد منهم طيب احنا خلينا مشان نطمن انه انتم فاهمين يعني هلا خلينا نشوف مين معا وانا كمان موجود دكتور اهلا وسهلا فيك يا معن شايف لي الاي والبي هذول اللي هون مثال 9 اه شايفه شو اتحادهم هذول يا معن من 1 ل 15 احسنت بارك الله فيك احسنت شايفين اخواني الموضوع ابدا ما في صعوبه انت كل ما ونهلك بدك تستوعب المطلوب كل عناصر ايه بعدين بتضيف كل عناصر بي اوتوماتيك زميلك جوابها نعم احسنت هلا اذا بنروح على التقاطع تقاطع أي مجموعتين A and B intersection بنسميه بالإنجليزي هذاك بنسميه union لازم نكون عارفين الترمات برضو بالإنجليزي مش بس بالعربي the intersection of A and B يكتب هكذا رمز التقاطع عكس رمز الاتحاد هذاك مقعر للأعلى وهذا مقعر للأسفل ف A تقاطع B أو A intersection B هو عبارة عن set of all elements that are contained in both A and B يعني أنا ما بنفع أضيف أي عنصر على A تقاطع B إلا إذا كان موجود بالاثنين طبعا هاي العبارة اللي هون مثل عبارة البلس ما إلنا علاقة كثير فيها إحنا مش interested إنه نسمي التقاطع ضرب لأنه ضرب إحنا مش عم نضرب إشي كضرب ضرب يعني الضرب المتعارف عليه تاع الأرقام يعني ما عندنا منه هذا الكلام لكن يعني في كتب وفي ناس بتعاملوا بهذا الرمز بيعتبروا زي كأنه ضرب يعني احنا ما بعنينا كثير هذا الكلام مثال ايضا على نفس المجموعتين تعون الاتحاد شو المشترك بينهم الثنتين العنصر اللي موجود او العناصر اللي موجودة بالاي او بالبي معا بس البلو اطلعوا عليها بس البلو شايفين اخوان ولا بدكم تسألوا هون عندي ريد بلو اورنج هون عندي وايت بلو ايش العناصر الموجوده بالاثنين بس مين بس البلو طيب مثل ما سالنا معا على المجموعتين الاولانيات هلا نسال مين نسال نديم وينك يا نديم تفضل دكتور الله يزيد فضلك بدك تجيب لي تقاطع الاي والبي هذول اللي هون المفروض من 7 ل 10 احسنت احسنت من 7 ل 10 موجودين بالاثنين اللي اقل من 7 بس بالاي واللي اعلى من 10 بس بالبي هيكم معناته انتم معي يا اخوان ومتابعين
هاي يعني very good sign, very very good sign. ماشي. إذن بدنا نروح على mutual exclusive sets, يعني المجموعات التي ليس بينها تقاطع, أو أنا المعنى اللي بحبه, وهذا المعنى اللي أنا بطالبه بإصرار إنكم تحاولوا تتبنوه وتفهموه. لما نقول mutual exclusive sets يعني أن يستثني أو تستثني إحداهما الأخرى, يعني وجود المجموعة الأولى بينفي تماما وجود المجموعة الثانية, وجود الثانية ينفي تماما وجود الأولى. رياضيا أنه تقاطعهم فاي, رياضيا أنه تقاطعهم فاي. ليش أنا أحب موضوع يستثني أو تستثني إحداهما الأخرى؟ إحنا هنا مش جايين نتعلم على المجموعات يا أخوان, إحنا هاي المادة تاعتنا مش في علم المجموعات, إحنا مادتنا احتمالات وراندم. لكن طبعا إحنا ما بنقدر نحكي بالاحتمالات والراندم إلا بعد ما نكون خبرة معقولة بالمجموعات. ولذلك المعاني اللي بتكون بتخدم المجموعات وبتخدم الاحتمالات إحنا بنتبناها أكثر من المعاني اللي يعني بعيدة نوعا ما عن معاني الاحتمالات. ف mutual exclusive sets يعني أن تستثني إحداهما الأخرى. طيب كيف يعني تستثني إحداهما الأخرى؟ لو قلت لك عندك حجر الزائر, هلا بتيجي لهذا المثال بعد شوي, بس نروح على حجر الزائر شوي. لو قلت لك عندك المجموعة الكلية من 1 إلى 6, وفي مجموعة انتخبنا فيها الأعداد الزوجية, وفي مجموعة ثالثة حطينا فيها الأعداد الفردية, هلا مش أنت بتعرف دوري لحالك إنه لو العنصر كان في مجموعة الأعداد الزوجية هل يعقل يكون موجود برضو بالفردية؟ لا, لأنه كونه زوجي يستثني تماماً أنه يكون فردي, ولو كان فردي فهذا يستبعد تماماً أنه يكون زوجي. لو تيجي الآن تطبق رياضياً نطبق زي هون, هاي أعداد زوجية فيها وهاي أعداد فردية فيها, شو تقاطعهم؟ شو العناصر الموجودة بيناتهم اثنين واشتركي بيناتهم اثنين؟ فيش إشي, لأنه ببساطة ليس هناك عدد يكون زوجيا ويكون فرديا بنفس الوقت. إذا تقاطعهم فاي, وتقاطعهم فاي تعني أن إحداهما تستثني الأخرى. هاي عندنا مثال ثاني برموز وأرقام مختلفة. لو كانت الـ A بتساوي 1, 2, 3 وكانت الـ B بتساوي X and Y, قطعا هذول فيش بينهم أي تقاطع. شو جاب لجاب؟ هاي أرقام وهاي رموز, تقاطعهم فاي. إذا they are mutually exclusive, تستثني إحداهما الأخرى. لو الإلمنت اللي بدك إياه أنت هو من مجموعة X و Y, هذا ينفي تماماً أنه يكون رقم. لو الإلمنت اللي بدك إياه هو عبارة عن أحد هاي الثلاث أرقام, فهو ينفي تماماً أنه يكون رمز, ولا أكيد مش رمز. في برضو مرات بنسمي هذا الاسم disjoint, يعني نفس المجموعتين اللي بنقول عنهم غير متقاطعتين أو تستثني إحداهما الأخرى, بنسميهم منفصلتين disjoint. بس disjoint ومنفصلتين وغيره من الأسماء هي أسماء تخص علم المجموعات, أسماء صحيحة ما لنا اعتراض عليها, بس إحنا مثل ما اتفقنا بنحب التسميات اللي أقرب إلى عالم الراندم والبروبابيليتي, لأنه هاي هي طبيعة المادة تاعتنا إحنا. طيب يا أخوان مين عنده أي سؤال؟ لو أخذنا مثلا السطر الثاني من المثال 12, بيقول إنه المجموعة الأولى عبارة عن red, blue, orange والثاني white, blue. هل هذول تقاطعهم مش فاي؟ شفناه أكثر من مرة صح؟ تقاطعهم بالبلو, ولذلك المجموعتين هذول they are not mutually exclusive, they are not mutually exclusive, ولا تستثني إحداهما الأخرى. مثل برضو A و B اللي هون, هذول دعون الأرقام. هلا لو قال لك هنا رقم يقع بين 1 و10 ورقم يقع بين 7 و15, لا تستثني إحداهما الأخرى. 9 بزبط على 2, 10 بزبط على 2, هاي معنات لا تستثني إحداهما الأخرى. بس قال لك لا والله هذا الرقم زي ما شفنا قبل شوي ينتمي لهذول الثلاث أرقام, إذا هو مش رمز. إذا الـ A والـ B they are mutually exclusive. أي سؤال يا شباب؟ طيب دكتور. نعم
دائما الـ A ناقص B والـ B ناقص A disjoint. يس برضو بالـ B ناقص A. لأنه ليش صار بالأولى؟ ليش صار بالـ A ناقص B؟ لأنه موجود بالـ A بس مش موجود في الـ B. خلص أنا قلت مش موجود في الـ B. إذا مش موجود في الـ B كيف بده يكون موجود في الـ B ناقص A؟ معي ولا لا؟ خلنا عيدها للي يعني ما ربما انه ما التقط الفكره. لما يا جماعه يكون عندك عنصر موجود بالاي ناقص بي، موجود عنصر موجود بالاي ناقص بي، انت هون تلقائيا يعني بتعرف عنه كلمتين معلومتين، انه موجود بالاي وانه مش موجود في البي. امسك في هاي المش موجود في البي. اذا مش موجود في البي كيف بده يكون موجود في البي ناقص اي؟ حتى يكون موجود في البي ناقص اي لازم يكون موجود ببي اللي هو اوريدي صار مش ببي. فنعم نعم اي ناقص بي وبي ناقص اي دار اولويز ميوتشوال اكسكلوسيف اند ديسجوينت. نعم اي سؤال؟ طيب كويس، بدنا نروح الان على الاكزوستيف سيتس. اكزوستيف سيتس يعني الستس اللي بتغطي المجموعة الكلية كاملة، ماشي كاملة. خلينا نحكي لكم إياها بالرموز، وهاي فيها أمثلة كثير. يعني لو عندي A1 A2 لغاية AN، يعني مجموعة من المجموعات، كولكشن من المجموعات A1 A2 ل AN، يعني A1 مجموعة و A2 مجموعة كلهم مجموعات، بنقول إنه هذول المجموعات they are exhaustive. Exhaustive if each element in S، لو جبت أي عنصر من S اللي هي المجموعة الكلية، فتجد إنه هذا العنصر موجود في على الأقل واحدة من المجموعات هذول، وبالتالي لو عملت لهم اتحاد زي ما احنا عاملين هون A1 اتحاد A2 اتحاد اتحاد لغاية AN، فلا بد إنه يكون اتحادهم يساوي S. ليش؟ لأنه خلى كل عناصر S هي محتواها في على الأقل واحدة من هدول، على الأقل. معناته أنت بتعبي عناصر الA، بعدين بتجيب عناصر الA2، بعدين بتجيب عناصر الA3، بتضلك تجيب تجيب، قطعاً لازم تجيب كل عناصر S 100%. طبعاً هذا بالرموز الصماء، وهذا هون بأرقام فصيحة واضحة. لو قال لك S المجموعة الكلية يعني عبارة عن integer أكبر من صفر وأقل من عشرة. هلأ بدنا سدين، وين سدين؟ غوانمي دكتور تفضل. يا سدين الله يزيد فضلك، كم عنصر عندي هون بهاي الاس؟ تقريبا 8 من 1 ل 9. من 1 ل 9 كم عددهم يا سدين؟ 9. نعم 9، ديروا بالكم ترى هاي شغلات زي ايه بتيجي في المالتيبل تشويس، فلازم تكون شارب يعني تكون دقيق. نعم 9 يا سدين، بارك الله فيك. هاي اس اذا هي الاعداد من 1 الى 9 اعداد صحيحه، اخذنا 4 منهم حطيناهم ب A1 يعني 1 2 3 6 حطيناهم ب A1، اخذنا مجموعه ثانيه من الاعداد حطيناهم ب A2، ومجموعه اخرى حطيناهم ب A3. هلا الان نتيجه هذا الكلام A1, 2, 3 are exhaustive. انسوا هاي بات كذا ما بيهمناش الآن. They are exhaustive. ليش exhaustive؟ لأنه كل أعداد الاس موجودة somewhere هون. دوروا في إشي مفقود من 1 إلى 9، هاي من 1 إلى 3، بعدين من 4 إلى 8، ما ظل إلا 9 هاي، صح؟ يعني أنت you can easily check عملية تشيك، ومع أنه هاي مجموعة يعني فيها 9 عناصر على مجموعة فاينايت، يعني تعتبر مجموعة طويلة. طيب هلأ بقولنا but they are not mutually exclusive. قيس، ليش يا قيس هذولا مش mutually exclusive؟ نعم دكتور تفضل. بقول لك أنه هاي المجموعات A1, 2, 3 they are not mutually exclusive، لأنه إذا عملنا لهم تقاطع ما رح يطلع الناتج فاي. أحسن، تعطينا مثال بس.
يعني لو عملنا تقاطع بين A1 وA2 راح يطلع معنا 6. بارك الله فيك، شكرا. شفت يا اخوان الموضوع سهل سمبل. اذا طبعا هي خاصية ثانية، خاصية الميوتشوال اكسكلوسيف، لكن كونها يعني مرت معنا قبل شوي حبينا انه نتطلع عليها. طيب هلا في عندنا مثال جديد على نفس الارقام نفس الاس يعني، و A1 خليناها زي ما هي، A2 شلنا منها 9. A2 شو شلنا منها من هون؟ A9. و A3 شلنا منها 4 و8. هلا لساتو إذا بتطلعوا دققوا منيح، لساتو أنا عندي كل الأرقام الاس موجودين هون، وبالتالي they are exhaustive. بس شو عملنا إشي جديد؟ صاروا كلهم mutually exclusive. لا تجد أي تقاطع بين A1 وA2 ولا A1 وA3 ولا A2 وA3. طيب شو بلاحظ على الوضعية الجديدة اللي هون بتتميز فيها عن الوضعية اللي هون؟ تتميز الوضعية الثانية هاي إنه أنا كأني جبت الاس وزعتها، حصة هون عند A1، حصة عند A2، حصة عند A3، وكأنه أنا عندي هذول التسع أرقام كأنهم تسع أشياء، ربما تسع تفاحات مثلا. أعطينا أحمد 4 وأعطينا محمود 4 وأعطينا أسامة 1 بس، خلص. وبالتالي كل الأوبجكتس اللي عندي أعطيتهم لهذول الثلاث أشخاص، مش زي المجموعة الأولى. نعم نعم دكتور، بس ممكن مقاطعة لحديثك يعني إذا سمحت. فضل 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 دكتور، في example 13 A1 و A3 فيش بينهم تقاطع كمان؟ A1 و A3 ما بينهم تقاطع صح، بس شلون حاط not mutually exclusive؟ احنا وانا قصنا انه كلهم مش بس يعني مش بس اثنتين. اوكي تمام، انت كويس انك سألت، يعني ممتاز انك سألت الان بهذا التوقيت. الاخوان سؤال الاتحاد او التقاطع، تستطيع ان تضع بعملية الاتحاد والتقاطع اكثر من مجموعتين؟ طلعوا هون انا عامل اتحاد لكم واحد n، وبتقدر تعمل تقاطع برضو لاثنتين ثلاثة اربعة قد ما بدك، ويبقى نفس القانون. يعني أنا بدي تقاطع ثلاث مجموعات زي هذول الثلاث مجموعات، هي العناصر الموجودة في الثلاثة كلهم واتحادهم هي العناصر الموجودة على الأقل بواحد منهم. فطبعا لو عملت تقاطع للأول مع الثاني مع الثالث بيطلع فاين صح، فيش أي شيء موجود فيهم كلهم، لكن في شيء موجود بس باثنين، حتى A2 مع A3 عندهم الثمانية والأربعة. واضح إخوان؟ إذا أنت شو التقاطع المسؤول عنه؟ هل بده تقاطع لكل اثنين منهم لحالهم ولا بده تقاطع لهم جميعا؟ هاي إشي وهاي إشي ثاني. طيب إذا نرجع للمثال الأخير. المثال الأخير بيشبه المثال الأولاني بس مع تعديل بسيط، أنهم صاروا mutual exclusive ماشي، فيش أي ثنتين منهم بينهم أي تقاطع، ناهيك عن الثلاثة مع بعض يعني. فهاي تجزئة، هاي عبارة عن تجزئة، جزأت أنا المجموعة S إلى ثلاث مجموعات غير متقاطعة. حد عنده أي سؤال؟ طيب هلا في عنا شغل كثير لطيفة هون بالصورة اللي أمامكم اللي فيها 2 ellipses، واحد أحمر واحد أزرق، اسمها الفين دياجرام، هذا اسمه فين دياجرام. في كثير من المسائل، ومشان تعرفوا شو قصدي طلعوا هون، طلعوا على هذا الاكسرسايز. ترى طبعا انا ما بدي اخوفكم لانه هذا الاكسرسايز واقعيا تريفيال، يعني حله كثير كثير بسيط، بس اذا بتلاحظ في عبارات طويله، يعني هون A تقاطع افتح قوس، B تقاطع C، وهون A اتحاد افتح قوس كذا، وفي عبارات اطول من هيك مرات بتكون، وشيء بيكون بكومبلمنت وشيء بدون كومبلمنت، باحتواء بدون احتواء، يعني العباره اللي بتحكي فيها انت ممكن تكون نوعا ما طويله، وبالتالي لا تستطيع أن ترى بشكل مباشر مثل ما شفنا هون أو هون أو بالأمثلة اللي حتى قبلهم، ما بتقدر أنت تغري هيك يعني تفيجواليز التقاطع كيف صاير أو الاتحاد كيف صاير أو الكومبليمنت أو 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 إلى آخره. فبيجي هذا الفين دياجرام بيقدم لنا حقيقة أداة جميلة جدا لحل هاي المشكلة، وأنا حاطلكوا هاي الرسمة طبعا
أنا رسوماتي اللي بهاي المادة ومعادلاتي اللي بهاي المادة، هذا كله شغل إيدي، ليس شغل منسوخ يعني. قد يكون أحياناً بشبه يعني خد كل الموضوع. كيف أنا بعمل فين دايجرام؟ أولاً الفين دايجرام بده، شايفين هذا المستطيل الخارجي، هو متفق بالاتفاق إنه مستطيل، بس أنت فيك تعمله أي شكل تاني بدك إياه، حتى لو كان شكل غير منتظم، يعني شخبط هيك أي شخبطة وسكر، يعني يكون مغلق، لكن المتعارف عليه إنه مستطيل. هذا شو بيعمل المستطيل؟ شايفين هاي الاس اللي هون؟ هذا كناية إنه هذا المستطيل هو عبارة عن المجموعة الكلية اس، تمام؟ لأنه فيش أي شغلة بنشتغلها ما عندهاش اس. شو ما عملنا لازم يكون في عندنا اس. بعدين بتيجي لأي مجموعة جزئية من اس، زي ما هي A1 جزئية من S، زي ما هي A2 جزئية من S، بترسم لها أيضا شيب خاص فيها. برضو متفق عليه أنه بيعملوا هاي الشيبس إما دوائر أو ألبسيس، أوكي؟ لكن لو عملتها مربعات أنت ما عندك مشكلة، لو عملتهم مثلثات ما عندك مشكلة، لو عملتهم أشكال غير منتظمة، المهم أنت حر، أنت حر. فطبعا إحنا مشان يطلع الشكل لطيف ويعني سهل للفهم، عملنا إليبس لمجموعة سميناها A ولوناها باللون الأزرق، وعملنا إليبس ثاني أحمر للمجموعة B. طيب هلا A اتحاد B بتعني كل العناصر اللي بA أو في B. فبتلاحظ أنا لو مشيت من هون، اطلعوا امشوا معي، تمشي من وين؟ من عند التقاطع، من عند التقاطع هون، هيني أنا بعد لساتني هون، بدي أمشي هيك، هيني بدي ألف حوالين الـ A لعند ما أصل التقاطع الثاني. هلا أنا بديت من هون وصلت لهون، شو غطيت؟ غطيت هاي المنطقة. طلعوا الماوس وين بتحرك الإيد، أنا بحكي عن هذا الجزء من A. إذا بتلاحظوا هذا مش كل الـ A، صح؟ هذا مش كل الـ A لسه، بس أنا ما خلصت. أنا شو بدي أعمل؟ أنا وصلت هون، أنا بدي أروح هيك أدور حوالين الـ B لغاية ما أرجع هون. هلأ إيش المكان المغلق اللي تبدأ فيه من هنا وتمشي بهذا الشكل لغاية ما ترجع له تجيله من هون وتسكر المنحنى؟ صارت هاي المنطقة، صارت هاي. يعني لو أنا عندي تولز الآن بلون الكوية هذا مثلا باللون الأخضر، هذا المسار كل اللي جواته، هذا كل اللي جواته يعبر عن الاتحاد، لأنه فيه كل العناصر اللي بقى. لاحظوا هاي المنطقة دخلت الآن، أنا لما وصلت لحد هون، من هون لعند هون ما كنت لسه مدخل هاي، بس لما لفيت هيك 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 وجيت لهون وسكرت المنحنى خلاص دخلت هاي المنطقة، وأنا أريد مدخل هاي المنطقة، وأريد مدخل هاي المنطقة. إذن هذا يدل على الاتحاد. طيب المنطقة اللي في الوسط هاي، بتلاحظ إنه هاي تدل على التقاطع. ليه تدل على التقاطع؟ لأنه هي لو نظرنا لها إنه موجودة على الكيرف الأحمر، هي تأخذ هذا الجزء من B، تأخذ هذا الجزء من B، صح؟ وبيظل هذا الجزء برا. إذن هاي المنطقة موجودة في B، وهاي المنطقة موجودة وين كمان؟ موجود بA ولا لا؟ موجودة. موجود. يس. إذن هذه منطقة التقاطع، هاي المنطقة فيه تظللها إذا بتحب، يعني مشان ما يعني ما يصيرش لبس عندك أو كذا. طيب هلا إذا كان اللي داخل المنحنى المغلق اللي بدينا فيه من هون ولفينا بهالشكل لغاية ما جينا له من هون، عملنا كيرف مغلق وسمينا كل اللي داخله هو A اتحاد B، طب شو بيكون اللي برا هذا الكيرف المغلق؟ يعني هون هيك 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 يكون برا المنحنى المغلق تبع A اتحاد B، بده يكون متممته، بده يكون متممته، شايفين؟ إذن أنا لو دغري سألتك بالأول قلت لك جيب لي متممة A اتحاد B،
ممكن تغلب فيها، ممكن تلاقي انه هاي مسألة شوية بتغلب صعبة، لكن بالفين دياجرام ابدا مش صعبة. رايحين نحل بعض النظريات على الفين دياجرامز، نظريات مهمة يعني فيها علم كثير عن طريق الفين دياجرام. فطبعا هذا اللي امامكم هون عبارة عن يعني عينة فقط، انا ما حكيت عن هاي ولا عن هاي، انتوا شوفوهم، انتوا شوفوهم، بسيطة جدا، بسيطة جدا. شايفين هاي ليش صارت A ناقص A تقاطع B، وهاي B ناقص تقاطع A و B؟ أظن إنها واضحة، أظن تماما إنها واضحة. اعتبروها امتداد للإكسرسايز اللي هون. هلا هذا الإكسرسايز اللي هون شو بدنا نعمل؟ Show that. أنا نصيحتي لكم قدر الإمكان، يعني قد تستطيع أنك تثبت بعض الأمور بطرق يعني بسيطة جدا جدا وسريعة جدا جدا، زي الأولى هاي مثلا هاي، بس في بعضهم زي الثانية مثلا زي هون، طبعا هاي شيء وهاي شيء، يعني هذا الإكسرسايز عبارة عن عمودين، عمود ماشي بهالشكل وفي عمود ثاني ماشي بهالشكل، يعني في كثير، هذا بده شغل كثير الإكسرسايز، لكن كثير من البسيط، يعني مش كثير من الإشي الصعب، يعني كل الفرع لحاله بسيط جدا بسيط. على سبيل المثال لو قال لك اثبت انه الفاي محتوى بالA اي A، هل هذا صحيح؟ طبعا صحيح، اذا عندك انت مجموعة خالية فكل عناصرها موجودة باي مجموعة ثانية حتى بالفاي نفسها، يعني حتى الفاي محتوى بالفاي، طبعا دي قاعدة عامة يجوز اي A، شايفين هيا حتى اي A هي محتوى في نفسها لانه كل عناصرها موجودين في نفسها وخلص، هذا معنات الاحتواء، المجموعة المحتوي يجب ان تحتوي على كل عناصر المجموعة المحتوى، فهذا بنفع بين ال A وال A، وبنفع بين الفاي وال A، الفاي يكون محتوى بال A مش ال A محتوى بالفاي، طبعا A تحتوي فاي. ايضا هذا الكلام بنفع بين ال A وال S، اي A مع S، طبعا احنا اوريدي كيف معرفين S انه هي فيها كل العناصر اللي بكل المجموعات، فلابد لو جبت اي مجموعه بدها تكون كل عناصرها بالاس، شايفين؟ فيك هذا تثبته بالفين دياجرام باستثناء الفاي، يعني تعمل له فين دياجرام هون بتحط دائره واحده بتشوف انه فعلا الاي وين بترسم الاي، بترسمها داخل المستطيل، هاي الاي اللي هون هي جزء من هذا الاس، فهذول يا اخوان اثبتوهم كلهم، ما تستكثروهم، هم سهلات سهلات، وكثير منهم كثير منهم على مدار السنوات اللي مرت كان أسئلة امتحان، فيعني لا تستغرب ابدا لو واحدة او ثنتين منهم اجوك بالامتحان، ما بيجيك تثبتهم، بيجيك يعني تستعملهم بطريقة او باخرى. طيب يا اخوان مين عنده اي سؤال قبل ما ننتقل لهذا الموضوع المهم واللي هو بده يعني خلص نترك المجموعات ونبلش بالاحتمالات؟ دكتور بس اذا سمحت نرجع شوي للفين دياجرام. ماشي تفضل، ماله الفين دياجرام اللي هو اللهم صل على النبي اللي هو A اتحاد B كومبليمنت؟ نعم مفروض انه يكون فاي. لا طبعا كيف بده يكون فاي؟ هلا A اتحاد B هو هذا الكيرف، المنطقة اللي داخل هذا الكيرف. اوكي اه اوكي. شو بيضل براها بيكون كومبليمنت لها. طبعا براها وداخل اس. ممكن يكون فاي في حالة واحدة لو كانت اس هي عبارة عن بس A اتحاد B، صح؟ احسنت. يعني لو جيت حطيت خط هون، رسمت خط انا، قلت على يسار الخط A وعلى يمين الخط B. اتحادهم اس. فمتممة اتحادهم فاي. فاي. نعم تمام أحسنت. نعم غيره. طيب يا أخوان هلا إحنا مثل ما اتفقنا إحنا ما جايين ندرس علم المجموعات، إحنا جايين ندرس علم الاحتمالات والراندم سيجنالز، فاللي اشتغلناه على المجموعات ما هو إلا مقدمة، ولأنه المقدمة هاي ضرورية لأنه معظم المفاهيم
على الأقل اللي بالأول، وهي حقيقة حتى مش بس اللي بالأول يعني اللي تتعلق بالراندوم وبالاحتمالات ترتكز كثيرا على أسس في علم المجموعات زي الاتحاد والتقاطع وكل الموضوع. كيف أنا بعمل فين دياجرام؟ أولا الفين دياجرام بده، شايفين هذا المستطيل الخارجي، هو متفق بالاتفاق إنه مستطيل، بس أنت فيك تعمله أي شكل تاني بدك إياه، حتى لو كان شكل غير منتظم، يعني شخبط هيك أي شخبطة وسكر، يعني يكون مغلق، لكن المتعارف عليه أنه مستطيل. هذا شو بيعمل المستطيل؟ شايفين هاي الاستلي هون؟ هذا كناية أنه هذا المستطيل هو عبارة عن المجموعة الكلية S، تمام؟ لأنه فيش أي شغلة بنشتغلها ما عندهاش S، شو ما عملنا لازم يكون في عندنا S. بعدين بتيجي لأي مجموعة جزئية من S، زي ما هي A1 جزئية من S، زي ما هي A2 جزئية من S، بترسم لها أيضا شيب خاص فيها، برضو متفق عليه أنه بيعملوا هاي الشيبس إما دوائر أو ألبسس، أوكي؟ لكن لو عملتها مربعات أنت ما عندك مشكلة، لو عملتهم مثلثات ما عندك مشكلة، لو عملتهم أشكال غير منتظمة المهم أنت حر، أنت حر. فطبعا إحنا مشان يطلع الشكل لطيف ويعني سهل للفهم، عملنا ألبس لمجموعة سميناها A ولوناها باللون الأزرق، وعملنا ألبس ثاني أحمر للمجموعة B. طيب هلا A اتحاد B بتعني كل العناصر اللي بA أو في B، فبتلاحظ أنا لو مشيت من هنا اطلعوا امشوا معي، تمشي من وين؟ من عند التقاطع، من عند التقاطع هون، هيني أنا بعد من لساتني هون، بدي أمشي هيك، هيني بدي ألف حوالين الـ A لعند ما أصل التقاطع الثاني. هلأ أنا بديت من هون وصلت لهون، شو غطيت؟ غطيت هاي المنطقة، طلعوا الماوس وين بتحرك الإيد، أنا بحكي عن هذا الجزء من A. إذا بتلاحظوا هذا مش كل الـ A، صح؟ هذا مش كل الـ A لسه، بس أنا ما خلصت، أنا شو بدي أعمل؟ أنا وصلت هون، أنا بدي أروح هيك أدور حوالين البي لغاية ما أرجع هون. هلأ إيش المكان المغلق اللي تبدأ فيه من هنا وتمشي بهذا الشكل لغاية ما ترجع له تجي له من هون وتسكر المنحنى؟ صارت هاي المنطقة، صارت هاي. يعني لو أنا عندي تولز الآن بلون لكم إياه هذا مثلا باللون الأخضر، هذا المسار كل اللي جواته، هذا كل اللي جواته يعبر عن الاتحاد، لأنه فيه كل العناصر اللي بيلاحظوا هاي المنطقة دخلت الآن. أنا لما وصلت لحد هون، من هون لعند هون ما كنت لسه مدخل هاي، بس لما لفيت هيك 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 وجيت لهون وسكرت المنحنى خلاص دخلت هاي المنطقة، وأنا أوريدي مدخل هاي المنطقة، وأوريدي مدخل هاي المنطقة، إذن هذا يدل على الاتحاد. طيب المنطقة اللي في الوسط هاي بتلاحظ انه هاي تدل على التقاطع. ليه تدل على التقاطع؟ لانه هي لو نظرنا لها انه موجودة على الكيرف الاحمر، هي تأخذ هذا الجزء من B، تأخذ هذا الجزء من B، صح؟ وبيظل هذا الجزء برا. اذا هاي المنطقة موجودة في B، وهاي المنطقة موجودة وين كمان؟ موجود بأي ولا لا؟ موجود. موجود. يس. إذا هذه منطقة التقاطع، هاي المنطقة فيه تظللها إذا بتحب، يعني مشان ما يعني ما يصيرش لبس عندك أو كذا. طيب هلا إذا كان اللي داخل المنحنى المغلق اللي بدينا فيه من هون ولفينا بهالشكل لغاية ما جينا له من هون، عملنا كيرف مغلق وسمينا كل اللي داخله هو إيه؟ اتحاد بي. طب شو بيكون اللي برا هذا الكيرف المغلق؟ يعني هون هيك 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 يكون برا المنحنى المغلق تبع A اتحاد B، بده يكون متممة، بده يكون متممته. شايفين؟
إذا أنا لو دغري سألتك بالأول قلت لك جيب لي متممة اتحاد بي، ممكن تغلب فيها، ممكن تلاقي إنه هاي مسألة شوية بتغلب صعبة، لكن بالفين دياجرام أبدا مش صعبة. رايحين نحل بعض النظريات على الفين دياجرامز، نظريات مهمة يعني فيها علم كثير عن طريق الفين دياجرام. فطبعا هذا اللي أمامك هون عبارة عن يعني عينة فقط، أنا ما حكيت عن هاي ولا عن هاي، أنتوا شوفوهم، أنتوا شوفوهم، بسيطة جدا بسيطة جدا. شايفين هاي ليش صارت A ناقص A تقاطع B، وهاي B ناقص تقاطع A و B؟ أظن إنها واضحة، أظن تماما إنها واضحة. اعتبروها امتداد للإكسرسايز اللي هون. هلا هذا الإكسرسايز اللي هون شو بدنا نعمل؟ Show that. أنا نصيحتي لكم قدر الإمكان، يعني قد تستطيع أنك تثبت بعض الأمور بطرق يعني بسيطة جدا جدا وسريعة جدا جدا، زي الأولى هاي مثلا هاي، بس في بعضهم زي الثانية مثلا زي هون، طبعا هاي شيء وهاي شيء، يعني هذا الإكسرسايز عبارة عن عمودين، عمود ماشي بهالشكل وفي عمود ثاني ماشي بهالشكل، يعني في كثير، هذا بده شغل كثير الإكسرسايز، لكن كثير من البسيط، يعني مش كثير من الإشي الصعب، يعني كل فرع لحاله بسيط جدا بسيط. على سبيل المثال لو قال لك اثبت انه الفاي محتوى بالاي اي اي، هل هذا صحيح؟ طبعا صحيح. اذا عندك انت مجموعة خالية فكل عناصرها موجودة باي مجموعة ثانية حتى بالفاي نفسها، يعني حتى الفاي محتوى بالفاي، طبعا دي قاعدة عامة يجوز اي اي، شايفين هيا حتى اي اي هي محتوى في نفسها لانه كل عناصرها موجودين في نفسها وخلص، هذا معنات الاحتواء. المجموعة المحتوي يجب ان تحتوي على كل عناصر المجموعة المحتوى، فهذا بنفع بين الاي والاي، وبنفع بين الفاي والاي، الفاي يكون محتوى بالاي مش الاي محتوى بالفاي، طبعا اي تحتوي فاي. ايضا هذا الكلام بنفع بين الاي والاس، اي اي مع اس، طبعا احنا اوريدي كيف معرفين اس، انه هي فيها كل العناصر اللي بكل المجموعات، فلابد لو جبت اي مجموعه بدها تكون كل عناصرها بالاس. شايفين فيك هذا تثبته بالفين دياجرام باستثناء الفاي، يعني تعمله فين دياجرام هون بتحط دائره واحده بتشوف انه فعلا الاي وين بترسم الاي، بترسمها داخل المستطيل، هاي الاي اللي هون هي جزء من هذا الاس. فهذول يا أخوان اثبتوهم كلهم، ما تستكثروهم، هم سهلات سهلات، وكثير منهم كثير منهم على مدار السنوات اللي مرت كان أسئلة امتحان، فيعني لا تستغرب أبدا لو واحدة أو ثنتين منهم أجوك بالامتحان، ما بيجيك تثبتهم، بيجيك يعني تستعملهم بطريقة أو بأخرى. طيب يا أخوان مين عنده أي سؤال قبل ما ننتقل لهذا الموضوع المهم واللي هو بده يعني خلص نترك المجموعات ونبلش بالاحتمالات؟ دكتور بس إذا سمحت نرجع شوي للفين دياجرام. ماشي تفضل، ماله الفين دياجرام؟ اللي هو اللهم صل على النبي، اللي هو A اتحاد B complement. نعم. مفروض هون يكون فاي؟ لا طبعا كيف بده يكون فاي؟ هلا A اتحاد B هو هذا الكيرف، المنطقة اللي داخل هذا الكيرف. اوكي اوكي. شو بيضل براها بيكون كومبلمنت لها. طبعا براها وداخل اس. ممكن يكون فاي في حالة واحدة لو كانت اس هي عبارة عن بس A اتحاد B، صح؟ احسنت. يعني لو جيت حطيت خط هون، رسمت خط انا، قلت على يسار الخط A وعلى يمين الخط B. اتحادهم اس. فمتممة اتحادهم فاي. فاي نعم تمام حسنت. نعم غيره. طيب يا اخوان هلا احنا مثل ما اتفقنا احنا ما جايين ندرس علم المجموعات، احنا جايين ندرس علم الاحتمالات والراندوم سيجنالز، فاللي اشتغلناه على المجموعات ما هو الا مقدمة،
ولأنه المقدمة هاي ضرورية لأنه معظم المفاهيم على الأقل اللي بالأول، وهي حقيقة حتى مش بس اللي بالأول يعني اللي تتعلق بالراندم وبالاحتمالات ترتكز كثيرا على أسس في علم المجموعات زي الاتحاد والتقاطع. عن إيش بدي أتكلم هون؟ بدي أتكلم عن عدة شغلات. أولا عن الإكسبرمنت، يعني بده الآن يدخل عندنا مصطلح الإكسبرمنت والسامبل سبيسز والإيفنتس. هلا هذول الثلاثة في واحد منهم أوريدي عرفناه اللي هو السامبل سبيس، الفضاء العيني، وهي عبارة عن المجموعة التي تحتوي على كل العناصر الممكنة في مسألة ما. طيب هلا شو يعني إيفنت وشو يعني إكسبرمنت؟ جايين له. الديترمينستيك سيجنال، أولا ديترمينستيك يعني نون راندم، نون راندم يعني لو عارف أنت أنه في إشارة مش عشوائية ما بقدر أسميها راندم سيجنال، بسميها شو؟ ديترمينستيك. أوكي، هاي الإشارة اللي إلها قانون مثل ما اتفقنا مبارح وهون مبارح. إذن a deterministic signal is one that may be represented by parameter values such as a sinusoid which may be perfectly known or reconstructed from the amplitude, frequency and phase. لو جيت قلت لك أنا في عندي sinusoid أو بدي إياك ترسم لي sinusoid أو تطلع لي على ال function generator sinusoid وعطيتك تردده وعطيتك الامبليتيود وعطيتك الفيز تبعه، هل ظل إشي ثاني لازم تعرفه؟ لا، ما ظل ولا إشي، بتروح بتجيبه، سواء بتجيبه بترسمه بإيدك بترسمه بالماتلاب بتطلعه من الفانكشن جنريتر، أنت عندك كل ما تحتاجه. هذا هيك اسمه ديتيرمينستيك. ستوكاستيك أو راندم سيجنالز، تعلموا هاي الكلمة جديدة كمان، ستوكاستيك تعني راندم، شايفين ستوكاستيك بين قوسين راندم، احنا ما بنستعملها كثير ما بنتداولها كثير لانه كلمة راندم ألطف، بس هم يعنوا نفس الشيء. اذا الراندم سيجنالز such as noise اللي تكلمنا عنها مبارح، الضوضاء بأشكالها الكثيرة المختلفة، هذول الراندم سيجنالز زي النويز do not have this property. which property؟ the property انه يكون عندي عدد من البرامترز زي الفيز والامبليتود والفريكونسي، قد يكونوا other parameters لكن المهم يعني عندي parameters إذا عرفتهم بعرف الإشارة بالكامل. هذا النويز ما عنده الخاصية هاي، ليس هناك مجموعة من البرامترز حتى لا صغيرة ولا كبيرة كمان، وبتعرفهم وبالتالي بتعرف النويز بشكل كامل. أبدا هذا الكلام نهائيا مش موجود، وهذا قلنا مبارح سبب القصور البشري عن وضع قانون لأنه العملية معقدة على البني أدمين مش عارفين يحطوا لها قانون، فبتصير اسمها نويز أو بتصير صفتها إنها راندم. طيب The theory of probability، نظرية الاحتمالات، provides tools، تقدم أدوات to model and analyze phenomena that occur in many diverse fields. إذن هاي بدها تقدم لنا نظرية الاحتمالات، تقدم أدوات للموديلينج يعني النمذجة والاناليسز للظواهر التي تقع في الكثير من المجالات زي الاتصالات والسيجنال بروسيسنج والكنترول والكمبيوترز. طبعا هذا فقط عينه، تتكلم عن كل العلوم اللي بالدنيا، حتى علم العلوم الماليه والعلوم الاجتماعيه والعلوم اللي بدك اياها والطب والصيدله وكل شيء ممكن يستفيد من الخصائص والنماذج والطرق اللي موجودة بالراندم. Perhaps the major reason for studying probability and random processes is to be able to model complex systems and phenomena. طبعا هذا الكلام في إسقاط واضح يعني على المهندسين اللي هم بتعاملوا مع مثل هاي complex systems and complex phenomena. يعني والله انت بدك تعمل جسر، هذا الجسر مش شوية إسمنت وشوية حديد يعني، مظبوط ولا لا؟ هذا عبارة عن نظام في منتهى التعقيد. لو بدك تعمل مثلا مولد كهرباء نفس العملية، لو بدك تعمل برج لاتصالات زي السيلولر مثلا، فهذه يعني أنظمة معقدة بيدرسوها المهندسين
ولا بد في دراستهم لهذه الأنظمة يكون بعض الجوانب وأحيانا كثير من الجوانب ترتكز على الراندوم. طيب أوكي، هلا في عنا بعض التعريفات، سلسلة series of definitions. وبدي أعيد وأذكر كونه الآن إحنا عنا تعريفات، تعريف ورا تعريف ورا تعريف، مثل ما حكيت مبارح، هاي التعريفات إخوان ليست للحفظ، وأنا مش راح أسمع لك إياهم أبدا أبدا، لا بمناقشة ولا بامتحان ولا بغيره ولا بفانل ولا بمد. هاي إحنا بدنا نستوعب الفكرة اللي فيها ونمشي عليها، بس ما بدنا نستنى حد يسمع لنا إياها. إذن an experiment، التجربة، ما هي التجربة؟ is وحطلنا بين قوسين a quite hypothetical، quite often hypothetical، يعني كثيرا من الأحيان ما يكون. بعد القوس عندنا procedure، كثير من الأوقات ما يكون procedure افتراضي، ماشي، نسق افتراضي، عدد من الخطوات الافتراضية. we perform that produces some result. خلينا أوضح لكم إياها وشو يعني لما تكون افتراضي وشو يعني لما تكون مش افتراضي. لو حكينا لك خذ قطعة نقد وارميها خمس مرات وشوف يعني شو بيطلع صور وشو بيطلع كتابة، بتروح بترميها خمس مرات يعني وبيمشي الحال. لو قلنا لك ارميها 20 مرة غالبا بيمشي الحال. لو قلنا لك ارميها 100 مرة ممكن على بعض مع بعض التململ برضو، بس برضو ممكن يمشي الحال. لكن ما بالك لو قيل لك ارمي قطعة هاي النقد 700,000,000,000,000 مرة. هل هذا الآن كلام معقول؟ هذا المثال ضربناه مبارح، طبعا يجوز الرقم بيختلف بس يعني رقم كبير ولا لا؟ هذا كلام غير معقول. فبتيجي بيقول لي طب انت شو بدك يعني، يعني انا ليه بدي ارميها 700,000,000,000؟ شو بدي يعني، شو السؤال؟ لو رميتها شو المطلوب؟ بدي اقول لك يعني كم مره منهم بيطلع صوره. طب انا بقول لك كم مره بده يطلع صوره من دون ما ارميها ولا مره، مش 700,000,000,000 مره، 350,000,000,000. ولو طلع مش 350,000 بالضبط بيطلع يعني زائد ناقص شوي. شوف يعني بقضية خطأ بسيط، أنت ما أعطيت الجواب القطعي لكن أعطيت جواب قريب، لكن اطلع قديش ارتحت من جهد بدل ما ترمي 700,000,000,000 مرة. مين هو اللي بيقدر يعمل هذا الكلام حتى لو أتيح له، يعني أنه لو صبرنا عليه أو لو كان هو عنده صبر، يعني ما فيش عنده عمر يعمل. فالتجربة يعني قد تكون بعض الأحيان عبارة عن بروسيجر افتراضي، والافتراضي بيكون لما يتعذر البروسيجر الفعلي الفيزيكال. طيب ممكن كيف مثلا بروسيجر افتراضي؟ بيجي رئيس القسم أو العميد أو بيجي حتى طالب من الطلاب، يعني شرط يكون مسؤول، بقول لي يا دكتور بنات يعني أنت عندك هالطلاب هذول حوالي 20-22 طالب، يعني كيف بدك تقيمهم؟ كيف بدك تعرف انه هذا الطالب فهم المادة كثير وهذا فهمها نص نص وهذا كذا؟ بقول له انا والله بعمل لهم امتحان، بجيب لهم مثلا 20 سؤال وبخلي على كل سؤال 5 علامات، فاللي بيحل اسئله كثير يكون شاطر كثير يعني بجيب 80 وطالع، بعتبره شاطر، بعتبره فاهم المادة كويس. لو جاب بين 80 وال50 مثلا بنعتبره كويس، يعني انه ولا البلاش يعني مش بطال. لو جاب أقل من 50 عنده مشكلة. طب هل أنا عملته هذا الحكي؟ لا، أنا لسه ما عملته، لساتي ما عملته. إذا مع أنه في بروسيجر، يعني أنا بذهني في بروسيجر لكن هو بروسيجر افتراضي، بس طبيعي المثال الأولاني أقوى. أوكي، عدد المرات عدد هائل لا يمكن تطبيقه بالحياة العملية ولذلك بنطبقه افتراضيا. طيب التعريف اللي بعده اللي هو الاوتكم. اوتكم يعني الناتج، عملنا تجربة بده يطلع منها نواتج. is a possible result of an experiment، possible result of an experiment. وبدي اكمل بعدين برجع احكي لكم if a fair coin، fair coin
يعني قطعة نقل وضعها الطبيعي للستاندر، لا مطعوجة ولا مكسرة ولا مائلة ولا غيره، ولا مثقوبة ولا أي ولا أي عيب يعني فيها، زي ما هي جاية من البنك. هذا الفير كوين. طيب إف هذا الكوين is tossed five times فني هون، وعلى الرموز الخمسة اللي هون HH THT، مش مهم مين الـ T ومين الـ H، المهم إنه هدول خمسة وهدول خمسة. طيب بيجي طالب بقول لي يا دكتور بنات، يعني ما هو أنت قطعة النقد هاي فيها two outcomes، يا بطلع head يا بطلع tail، وهو بيفكر إنه يعني جاب آخر العلم وهو لم يأتي بشيء من العلم هون. لأنه مبارح شو حكينا؟ حكينا إنه في الراندم، بالذات بالراندم، ابحث عن السؤال أولا قبل ما تبحث عن الجواب بنوع من التسرع. هلأ هون شو بيقول؟ شو الإكسبرمنت؟ If a fair coin is tossed five times، خلص هاي تجربة، ارمي خمس مرات. طب أنا لو سألتك هيك سؤال مباشر وجاوبني عليه مباشر، طب ارمي خمس مرات شو بده يطلع لك؟ ما بتقول لي هد ولا بتقول لي تيل ولا لا؟ شفت انت تصرف تلقائي، تتصرف صح، بس تصرف بتسرع تتصرف غلط. ارمي خمس مرات كوين بتقول لي طلع لي هد؟ لا، بتقول لي طلع لي مثل هيك، طلع لي الاول هد والثاني هد والثالث تيل والرابع هد والخامس تيل. فابحث عن السؤال اولا وتأكد انك عرفت السؤال. الجواب مش مشكلة، الجواب بيجي، الجواب بيجي إذا عرفت السؤال بشكل سليم بتجيب الجواب، لكن إذا بدك تجيب جوابه بس يوجوالي بتجيب الجواب الخطأ. إذن إخوان الأوتكم هو عبارة عن كل يعني أي possible result of the experiment. خلنا نسأل مشان نتأكد إنه أنتوا يعني فاهمين. مين في ما سألنا يا إخوان؟ مين حاب أسأله؟ من اللي ما سألناهم؟ محمد شحرور، وينك يا محمد؟ أو محمد إحجازي؟ نعم دكتور. يلا يا محمد، لو عندك أنت قطعتين نرد، يعني حجرين نرد رميتهم مرة واحدة، بس مرة مش خمس مرات زي هاي، What are the outcomes يا محمد؟ رح تكون الاوتبوت للنردين مع بعض، يعني 1 و3، 1 و5، 2 و4 زي هيك. بارك الله فيك. هذول كم عددهم يا محمد؟ 6 في 6، 36 اوبشن. احسنت، رائع جدا. انا ما قلت له بدي ارميهم خمس مرات ولا 30 مره ولا، خلص رميناهم مره، لكن رميناهم معا حجرين مع بعض. فمحمد ما اخلي يا دكتور هاي الاوت خمس عارفينهم من زمان، الأعداد من 1 لـ6 وظل ماشي وهو مركن أنه خلص يعني جاب آخر العلم. لا، هو بالفعل بالأخير جاب آخر العلم، لأنه فكر شوي، قال لك ترمي حجرين زهر بده يطلع عندك رقمين، صح الرقمين يعني كل واحد فيهم لحاله من 1 إلى 6، بس أنت ما طلعش عندك رقم من 1 إلى 6، طلع معك زوج من الأرقام كل واحد منهم من 1 إلى 6. هذا يا إخوان موضوع ابحث عن السؤال، انتبهوا احنا مندربكوا عليه شوي شوي مشان يصير اشي ثابت عندكم، اشي خلص يعني بدك تطبقه بكل الاحوال. طيب هلا بدي واحد يحكي لي هون غير محمد. ناخذ مين مثلا؟ مين ما سألنا اليوم؟ نرجس، وينك يا نرجس؟ ابو زيتون يمكن. طيب او رغد، طيب يبدو لي مش سامعين البنات. طيب وليد دكتور. يا وليد، هدول هون تجربة الخمس مرات قطعة نقد احد الاوتكمز مثل ما انت شايف هون. هلا بقية الاوتكمز هدول قد ايه عددهم؟ يعني كم واحد عندي زي هيك انا؟ 50. لا طول بالك، احنا مش بتسرع يا محمد، فكر وجاوب. أنا بدي أساعدك يا محمد يا وليد.
ايش رايك ب 32؟ وابدا اساعدك اكثر على اساس انه ال 32 هي 2 اس 5. يلا فسر لي اياها. كيف صارت 2 اس 5 تساوي 32؟ هي عدد الاوت كمز بتجربه الخمس رميات للكوين. هلا لما تيجي للموقع الاول الخانه الاولى هاي كم احتمال لها؟ كم خيار عندك؟ عندك هدا اوتين صح؟ كل واحد من اثنين هذول اللي هون كم واحد للثاني؟ برضو اثنين. هي صار اثنين ضرب اثنين اربعة. لكل واحد من الاربعة ممكن يكون بعدهم هدا او تام تيل، هي صاروا اربعة ضرب اثنين ثمانية، وهكذا بيطلع عددهم اثنين اس خمسة. اثنين اس خمسة. ولو بدك ترتبهم يبدأ من تيل 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 خمس مرات تيل وينتهي بخمس مرات هيد، مثل ما بتعملوا الباينري يا اخوان. انتوا شاطرين بالباينري. لو قلت لك انه عندك خمس بيتس، كم رقم تستطيع تعمل من الخمس بيتس؟ كم رقم من بينه؟ 32 صح. عندك من all zeros لغاية all ones. طب ما هذول مثلهم، اعتبر الهيد هو الزيرو والتيل هو الون صح ولا لا؟ اكيد اكيد. بدنا زي هيك نتعلم يا اخوان. هذا هو اللي انا قصدتهم امبارح واول امبارح، انه احنا مش بدنا نعطيكم معلومات، قطعا بدنا نعطيكم معلومات، لكن في اهم واكبر من نعطيكم معلومات، بدنا نعطيكم طريقه تفكير. كيف انا معلومه بسيطه عندي بعرفها والله زيرو زورون، انا متاكد كلكم كنتوا راح تقولوا لي 32، لكن لما صاروا هدو تهل تغلبنا شوي. بدنا نعمل هاي الحلقه المفقوده هاي، بدنا نربطها، بدنا نحاول ننمي قدراتنا بحيث انه نربط مثل هاي الحلقات المفقوده. طيب هلا هون هذا التعريف مكرر خلص، ما بديش اعيده، نقرأ هيك بنقرأ بس قراءه يعني، ما الشرح شرحناه. The sample space is the collection or set of all distinct collectively exhaustive and mutually exclusive outcomes of an experiment. يمكن الألفاظ شوية مختلفة بس المعنى لا يختلف أبدا. السامبل سبيس واليونيفرسال ست اللي فيه كل العناصر اللي بالإكسبرمنت، بس ما في أبسط من هيك. The letter S is used، سميناه S type اللي هو اليونيفرسال ست. هلا السامبل سبيس هاي جديدة، هاي جديدة شوي، بقول لك إنه ممكن يكون ديسكريت وممكن يكون كونتينيوس. كيف ممكن يكون ديسكريت؟ شفناه يعني عندك حجر زهر له ست وجوه بتحط ست أرقام، عندك حجرين زهر عندك 36 زوج من الأرقام، عندك كوين رميناه خمس رميات عندك 32 كومبينيشن من هاي. أيوة هذا كله ديسكريت. طب لو قلت لك أنا بدنا نقيس إشارة نويز موجودة بدائرة كهربائية، والنويز هاي معروفة يعني انه هي بين الصفر والون. طب كم قيمة هون عندي انا بين الصفر والون؟ انفينيت. ايوه. فبالتالي هون بنقول نعم انه السامبل سبيس معروف انه بين الزيرو والون، معروف انه بين الزيرو والون، ولكن it's a continuous sample space لدرجة انك انت اي رقم اي رقم اي رقمين موجودين بين مثلا الون والون بوينت ون في بينهم أرقام. بعض الناس بروح بيسافر على بلد ثاني أو مدينة ثانية، بيقولوا لي يا فلان شو فكرتك عن البلد اللي رحت عليها؟ قد يكون هو شاف إنه هاي البلد مليانة مطاعم، فيها كثير مطاعم، يمكن أجا على شارع المطاعم بهذه المدينة يعني، فبقولهم والله البلد هاي مليانة مطاعم، بين كل مطعم ومطعم في مطعم. هذا هو الكونتينوس يا إخوان. طبعا هو أكيد ما حيكون زي هيك تاع المطاعم، لكن الكونتينوس زي هيك، بين أي نقطتين في نقطة، اوجد أي نقطتين على خط متصل ستجد بينهم كمان نقطة. طبعا تتجد بينهم الكثير من النقاط، بس هو بيكفي يكون في نقطة بين أي نقطتين نقطة، لأنه هاي النقطة اللي طلعت خذها مع الأولى أو خذها مع الثانية بتطلع كمان نقطة هون وكمان نقطة هون، وهذا عمل لا منتهي، عمل لا منتهي، بالتالي بيصير كونتينوس. حد عنده أي سؤال؟ ها؟
احنا طبعا خلصنا لليوم، فلو عندكم اسئله اسالوهم. طيب انا الحمد لله رب العالمين، يعني ان الحضور الان باللحظه هاي 19، ولو انه قبل شوي كان 20. فطبعا احنا لو تكلمنا ان الشعب فيها